العيون الأوروبية أصبحت مهتمة بنواف بعد الأداء العالمي في أمم آسيا، وعلى رأسها نادي أرسنال الإنجليزي الذي كان يفاضل بين نواف ولاعب المنتخب الياباني. أنت شخصيا كنت أيضا مهتم باللاعب السعودي المتألق نواف أتمياد، كان أن يأتي إلى أرسنال، هل تذكر ذاك اللاعب؟ Yes. نعم أذكر ذلك، كان لاعبا مميزا، ولكن عادة اللاعبون في تلك المنطقة من العالم لا يحبون أن يتركوا بلادهم.